ومباراة رد الاعتبار بالنسبة للشبيبة التي تعثرت في آخر مواجهة فوق أرضية ميدانها في تيزي وزو أمام اتحاد البليدة بنتيجة هدفين مقابل هدفين. لمن يلتحق بنا الآن نذكر بأن المباراة هذه المولودية تلعبها تقريبا بكامل عناصرها في غياب الحاج بوغاش وحسني. هذه هي تشكيلة فريق شبيبة القبائل مع شوشي في حرس المرمى، مفتاح ديمبا العائد بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة دولية ودية الأسبوع الماضي، زافور، دويشر، عبد السلام، دحوش، بالرملة، صايبي، حماني وأصالح هي التشكيلة الأساسية التي يقودها موسى صايب كمدرب، لاعب الدولي سابق واللاعب السابق أيضا لنادي شبيبة القبائل وعديد النوادي الأوروبية وأهمها نادي أوسير الذي لعب له لسنوات طويلة. المولودية بيومان في ثالث مباراة يلعبها مع المولودية، اليوم بن حمو في كرسي الاحتياط، ومان للعب لقاءين لحد الآن في إطار البطولة ولم يتلقى أي هدف أمام شباب الوزداد وجمعية الخروب. إذا ومان بالعيد، كوليبالي، حجاج، قالول، بابوش، يونس، بالغماري، حمادو، بالقايد، وباجي، المدرب فابرو أونريكو الإيطالي يقول عنه في بعض وسائل الإعلام بأن مباراة الفرصة الأخيرة بالنسبة إليه اليوم أمام فريق شبيبة القبائل المولودية بقمصانها الجديدة التي تمت عرضها على الصحافة صباحة اليوم. حكم المباراة منصوري بومدين، حكم رئيسي، غماري وشعبان في المساعدة، وحكم رابع هو سيد حدادة. في كرسي احتياط فريق شبيبة القبائل الفريق الضيف اليوم مزاري حارس ثاني، أماوش، دراجة، عثماني، حركات، خديس، كرسي احتياط يتوفر على لاعبين نقدر نقولهم كذلك أساسيين، لعبوا كثير المباريات كلاعبين كثير من المباريات كلاعبين أساسيين في تشكيلة فريق شبيبة القبائل المولودية. في الاحتياط نوجد كل من زميت زبير، باداش، دحماني، حسني، كودري، وطهراوي، هداف المولودية لحد الآن، المولودية اللي دربها قلت المدرب الإيطالي فابرو، باداش هداف المولودية بثلاث أهداف، في الجهة المقابلة حماني هو هداف فريق شبيبة القبائل بأربعة أهداف. ضربة الانطلاقة تعطى بعد لحظات تحت الأضواء الكاشفة، مباراة كنت قلت بأنها واحدة من المواجهات الموسمية يعني المنتظرة في الموسم من قبل كل متتبعي الكرة في الجزائر، ليس فقط من أنصار الفريقين الشبيبة والمولودية ولكن من كل هواة الكرة. وضربة الانطلاقة تعطى لهذه المباراة الهامة جدا، أقول مباراة كلاسيكية تقليدية بين المولودية والشباب. الكثير من هواة الكرة يذكرون بأن مواجهات المولودية والشبيبة كانت دائما في المستوى، كانت تستقطب اهتمام الكثير من المناصرين، وكانت أيضا تتميز بتسجيل الكثير من الأهداف. والغلبة اليوم هي لفريق شبيبة القبائل ب 25 انتصار مقابل 18 انتصارا لفريق مولودية العاصمة. شبيبة اليوم على موعد تقريبا مع التاريخ لأنه سجلت 98 هدف في شباك المولودية، إذا سجلت اليوم هدفين راح يكون الموعد مع الهدف رقم 100. وبادي مع يونس وانطلاقا من هناك على الجهة اليمنى والتغطية من دفاع فريق شبيبة القبائل بقيادة مفتاح لاعب سبق له أن لعب في المنتخب الوطني. أمام يونس على الصورة، هذه قمصان فريق المولودية الجديدة وفريق شبيبة القبائل بقمصان المعتادة الأصفر والأخضر بقيادة باجي القائد اليوم، باجي فيصل لاعب سابق لاتحاد الحراش ولشباب الوزداد. كرة طويلة من مفتاح، البعث عن أصالح وصايبي، دخل منطقة عملية صعبة لصراع شبيبة القبائل على الجهة اليسرى، أولالا ممتازة، والهدف ممتازة وأول هدف لصالح فريق شبيبة القبائل. بعد الدقيقة الأولى يتمكن فريق شبيبة القبائل من فتح باب التسجيل، ممتاز جدا هذا الهدف أعتقد عن طريق صايبي يوسف وصالح، عفوا، هو اللي فتح باب التسجيل لصالح فريق شبيبة القبائل، هدف مباغت ويبعث المباراة منذ بدايتها. كنت أتحدث عن عدد الأهداف التي سجلتها الشبيبة، 99 هدف سجلته شبيبة القبائل في مرمى، فعلا صايبي هو اللي سجل الهدف وليس أصالح، قل 99 هدف سجلتها الشبيبة في مرمى فريق مولودية العاصمة اليوم. المراوغة كانت ممتازة من حيماني على الجهة اليسرى أمام كوليبالي، رائعة جدا المراوغة والتوزيعة، وصايبي برجل اليسرى يفتح باب التسجيل لصالح شبيبة القبائل. دقيقتان من اللعب، الشبيبة هدف، المولودية صفر، المولودية هي المستقبلة، 99 هدف سجلته فريق مولودية العاصمة. أيضا والدفاع حكم صفر
وضعية تسلل لصالح دفاع فريق شبيبة القبائل. يا لها من بداية رائعة جدا لهذه المباراة، وشبيبة القبائل نبقى نحسب وننتظر الهدف رقم 100 في تاريخ مواجهتها مع فريق مولودية العاصمة التي سجلت 78 هدف في مرمى الشبيبة في تاريخ كل المواجهات. وأنصار فريق شبيبة القبائل موجودين على الجهة اليسرى من الشاشة وتشجيعاتهم لفريقهم شبيبة القبائل. شبيبة نذكر لمن تحكم بنا الآن متفوقة بهدف مقابل صفر. مفتاح في تنفيذ التماس، تبقى لصالح يونس. يونس بيبدأ على الجهة اليسرى من هناك، تركز. ما نقدرش نقوله بأنه كان بعيد من اللقطة. ممتازة وانطلاقة لصالح فريق شبيبة القبائل على طريق صيفي، يدخل من قطع عمليات من هناك، تبقى عنده خطورة صعبة صعبة مرة أخرى. ومان خرج هذه الكرة للركنية، لقطة ممتازة جدا لصالح شبيبة القبائل، وكاد صيبي يفعلها ويسجل الهدف رقم 100. مراوغة ممتازة باليمنى والتسديدة باليسرى، عندوش حل آخر صيبي، كانش عنده القوة اللازمة في رجله اليسرى لحتى يسدد أمام الحارس. ومان ركنية ثانية للشبيبة بعد أخرى صعبة يمر بها فريق المولودية، مرفوعة كما ينبغي والدفاع يخرجها. تبقى الخطورة صالح الشبيبة، ثم يونس مع دايما دويشان يتفوق عليه التماس. ناحية بالعيد ضاعت الكرة، ثم حركات كوليبالي لصالح وصالح وصالح حماني. هاي الحماني من عند وصالح، دايما حماني ممتازة لصالح فريق الشبيبة. لا ممتازة جدا من حماني، تصطدم بالعارضة الأفقية وتخرج، ما شاف ولا سي الحارس ومان. لا قوية جدا وممتازة. لا رائعة التسديدة من حماني، ما عندوش حل آخر، تسديدته كانت في منتهى الروعة. لا كان متقدم ومان، وكاد يكون الهدف الثاني لصالح فريق شبيبة القبائل. أحسن ما فعل حماني، وكاد يكون الهدف القاتل في المباراة للشبيبة أمام المولودية في 5 جويلية بعد مرور 9 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني. كرة لصالح التماس لصالح مولودية العاصمة. هذا كودري دخل منذ لحظات في مكان حجاج. كوليبالي من عند جالول. شوف توزيع عناصر شبيبة القبائل فوق أرضية الميدان لما تكون الكرة لصالح المولودية، رائع جدا توزيعهم. بلايد يتفوق، تروح لحماد ويرجع لبلايد، رد كورته. تحوش سمير في وسط الميدان أيضا يقوم بدور كبير جدا. حركات تقول بأنه لم يلمس اللاعب. طهراوي وبداش سيدخلان بعد لحظات، وهما يعني أن فابرو سيلعب الآن كل الأوراق. نعم كل الأوراق، وليس فقط في المباراة ولكن في المولودية ككل، بعد الشيء اللي سمعناه وشفناه في الأسابيع القليلة الماضية. هاي كرة أخرى ثابتة، يجب على المولودية أن تنسى بأنها هكذا تقول كريم، أن تنسى بأنها تسجل هدفا على إطر كرة ثابتة، مما يعقد من مأمورية فريق مولودية العاصمة. وفيصل بادي في تنفيذ هذه المخالفة، هل يفعلها ويخالف؟ تكهنات كريم على خط التماس، كرة خطيرة جدا. وفيصل باجي ضعت، خرجت جانبية، كادت تباغت، دخلت من الشباك الصغير يعني كما يقال. كرة فيصل باجي مرت جانبية على مرمى الحارس شوشي على كانت ممتازة، قوصة كما ينبغي، ما خرجتش بعيدة. هذا دوهاب زنير نسمع له، وتغيير راح يدخل الان كل من باداش وطهراوي، مهاجمان اعتقد لاول مره يلعبان سويا هذا الموسم. لا كريم فعلا باداش بدا الموسم بقوه في البوليده، سجل اعتقد 3 اهداف، بعد ذلك تراجع مستواه. طهراوي ايضا عاد في المده الاخيره بقوه، بالغمار هو اللي ترك مكانه الان، اللاعب الشاب اللي وجد صعوبه في التاقلم اليوم. هناك ايضا حمد هو الاخر سيغادر ارضيه الميدان. مغامرة كبيرة جدا يقوم بها فابرو، خلط له التغييرات الآن في أرضية ميدان صعبة وزلجة، وممكن يتأثر أي لاعب بإصابة ويبقى وهو
يلعب تقريبا ب نقولش بنفس العناصر ولكن بنسبة كبيرة العناصر تلعب في المولودية منذ سنتين أو ثلاثة، وبالتالي كان ممكن أنه الانسجام يكون أكبر والنتائج تكون أحسن مع هذا الفوز بالكأسين. وكرة أخرى صعبة كاد يكون الهدف الثاني لصالح الشبيبة، أعتقد من حماني نبيل، لاعب خطير جدا، لاعب سابق لأولمبي العناصر. المولودية من زمان ضعاف في الكرات الثابتة خاصة في الدفاع كريم، يعني نشوف الواضح جيدا بأنهم ما يمارسوش الرقابة اللصيقة على المهاجمين الأحرار أكثر من أولو هدف ثاني، هدف ثاني ضد مرمى، وشاءت الأقدار والصدف أنه الهدف رقم 100 يسجل من مدافع مولودية العاصمة ضد فريقه من قالول، أعتقد هو اللي سجل الهدف رقم 100 للشبيبة أمام مولودية العاصمة، هدفان مقابل صفر، هدف غير منتظر، لا هذا الهدف ولا الأول بعد ركنية منفذة كما ينبغي في وقت كنت نقول بأنه المولودية ضعيفة في الكرات الثابتة خاصة في الركنيات. شوف المراقبة ما كانش على اللاعبين، المراقبة اللصيقة، هدف ضد مرماه فعلا قالول للتاريخ، هو اللي سجل الهدف رقم 100 لفريق شبيبة القبائل، ولكن في وهو يلعب في فريق مولودية العاصمة. 100 هدف سجلتها الشبيبة في مرمى المولودية في تاريخ مواجهتها. مش عارف كريم اذا راح يصدق ما قلنا في خطأ اخر وانطلاقة لصالح فريق شبيبة القبائل. حيماني وكوليبالي تفوق في وقت كنت راح نقول ما نش عارف اذا المولودية تحقق التكهنات تاعنا اللي قلناها قبل حين بانه المباراة تسجل فيها 4 اهداف، أم أن الشبيبة تضيف هدف ثالث والمولودية تكتفي بهدف واحد. قلنا 4، نتمنى نشاهد 4 أهداف في هذه المباراة. ممكن جدا. وكرة لصالح فريق الشبيبة، وجمهور المولودية يبقى حائر فيما يحدث لفريقه، ليس فقط في هذه المباراة ولكن في بداية الموسم ككل. منهزم بهدفين مقابل صفر قبل نهاية المباراة بنصف شوط، يعني ب 23 دقيقة 22 دقيقة والنصف قبل نهاية. باجي لتنفيذ الكرة الثابتة. صالح المولودية مرفوعة قائمة الثاني للطهراوي، خطأ آخر من دفاع الشبيبة يرجع الكرة في منطقة 18 متر، ثم بالقائد استرجع هذه الكرة أمام صالح. كم يقول ولا شيء، يونس كودري يبقى عنده الكرة، تغطية ممتازة، ثم كودري يتفوق مرة أخرى، هذا عدش هذه الكرة وطهراوي ما يلحقش عليها وتروح للتماس بالمولودية. هدف صعبة راح يعيشها دفاع فريق شبيبة القبائل. جمهور الشبيبة يتجاوب مع الهدف الثاني اللي سجله فريقه. طويلة جدا ناحية حماني، وهذا يتقلب هجوم، تروح ليونس يداعب الكرة بامتياز ويخرج من كل الوضعيات الصعبة. حكم كوليبالي وحماني سيطردهما حكم المباراة كوليبالي وحماني من دون شك، لأنه شاهد اللقطة كما ينبغي، وعندنا في الصورة سنشاهدها بعد حين أعتقد. نعم، حركة مجانية من لاعبين لأن الكرة لم تكن بينهما. أعتقد بأن حماني لم يخطئ، كوليبالي أخطأ وتنرفز وارتكب خطأ تلو الآخر، والصور ممكن إذا الحكم ما شاهدهاش ممكن يشاهدها بعدين، يعني اللجنة المكلفة ب سيعاقب كوليبالي إن آجلا أو لاحقا، إن الآن من طرف الحكم منصوري ويطرده هو وحيماني أو لوحده أو سيعاقب بعد هذا. فعلا بطاقة الحمراء للاعبين، وعادة الحكام يخرجان البطاقة الحمراء للاعبين في مثل هذه الحالة، ولكن حيماني لم يخطئ تماما حيماني.
كوليبالي يخرج تحت هزيج انصار مولودية الجزائر، لان جمهور المولودية يعرف جيدا كرة القدم ويدرك بان اللاعب لما يقدم كل ما لديه يستحق هذا التشجيع. ولكن لو الجمهور يدرك بان كوليبالي اخطا واعتدى على لاعب شبيبة القبائل فمن المفروض لا يخرج تحت تصفيقات. فعلا. ويتاكد ان الشبيبة تتلقى البطاقة الحمراء دوما في الشوط الثاني حافظ. وهذه العشر دقائق اللي تحدث عنها راح تبدا بعد ثواني يعني. سنرى ماذا يحضر صايب الذي يبدأ الآن، موجود يتحرك يتحدث مع لاعبيه بعد أن كان هادئا طيلة 80 دقيقة. تقدم كثيرا الآن وصار على خط التماس، ها هو صايب الآن على خط التماس تماما بعدما كان متأخرا نوعا ما منذ بداية المباراة. يشعر بالخطأ. نعم. وشيء جميل جدا كريم ما دام نتحدث عن صايب أن نشجعه على دخول مشوار عالم التدريب بالكيفية التي نشاهدها بهدوء من دون كلام كثير، و يحاول أن يبني مشواره ومستقبله في عالم التدريب. تمنيتنا له كل التوفيق، وسيكون من دون شك أكثر خبرة وتجربة بعد سنوات طويلة، لأنه مشوار لا يزال طويل في عالم التدريب، وصعب أن تكون مدرب في الجزائر في فريق شبيبة القبائل أو المولودية أو غيرها من النوادي. فعلا اكتسب خبرة طويلة مع أندية عالمية كأوسير، كذلك لعب في فالونس، لعب في مع أندية كبيرة جدا، حتى اللاعبين يقولون بأننا نخجل لما نتحدث مع صايب، لما نتذكر فقط بأنه لاعب مع لاعب مثل روماريو نخجل ولا نستطيع حتى أن نناقش اختياراته لما يتركنا على كرسي الاحتياط. الكرة لصالح المولودية الآن، بداية العشر دقائق الأخيرة التي كنا نتحدث